قد يكون كما تقولين أن الأمور قد تذهب إلى أسوأ، بحيث أن الدبلوماسيين، بعض السودانيين كانوا يعتقدون أنه قبل خروج الدبلوماسيين سوف يساعدونهم في إيجاد حل لهذا المشكل، ولكن بخروجهم يبدأ الأمل يتضاءل. الخوف من أن استعمال المدفعية الثقيلة عن طريق الجيش، مع أن قصف الطيران سوف يزداد سعيرا، وهذه هي المشكلة، وقد لا تؤثر على المقاتلين لأن المقاتلين لهم تفاوضاتهم، أما السكان وفي منطقة مكتظة قد يتعرضون لخسائر كبيرة. فلذا من وجهة هذه النظر نعتقد أنه قد مر إلى السكان. نعم دكتور، لو نتحدث عن الموقف الأمريكي على وجه الخصوص، يعني هناك من يرى أن الولايات المتحدة كانت تمسك، أو لحد الآن أنها تمسك العصا بالمنتصف، وبعد إجلاء كل الرعاية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين أيضا من السودان، هل تبقى على موقفها كما قال أنتوني بلينكا بأنهم سيحاولون الضغط على طرفي النزاع، وهل سيبقى الضغط أيضا في إطار الدعوات فقط، أم أنها ربما ستلجأ إلى استراتيجية معينة أو آلية أخرى للضغط على طرفين؟ أعتقد أن هذا السؤال من أفضل توجيهه إلى الأمريكان أنفسهم، ولكن كمراقب أرى أن الأمريكان كانوا يقفون مع التوجه والمسيرة الديمقراطية في السودان. بانقلاب الجيش على هذا المسار وانسحابه من الاتفاق الإطاري وتجديده أو تركيزه على الاستيلاء على السلطة من خلفه بالطبع المتطرفين من الحركة الإسلامية وليس جميعهم، فيصبح للولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد حساباتها بطريقة قد لا تتسبب اختلال في المنطقة. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك الوضع حقيقة في الأرض، وتعرف أن قوات الدعم السريع قامت بدور مناسب في التصدي إلى الانقلاب، لكن هي أيضا مسؤولة من رعاياها ودبلوماسيها وفي السودان. نرجو أن يسارعوا باتخاذ قرارهم حول السودان. نعم دكتور، حضرتك لاحظت أن الطرفين الجيش السوداني وأيضا قوات الدعم السريع التزمت بالضغوطات التي فرضت عليها الدولية بإخراج الرعاية الأجانب من السودان، وأما بالنسبة للمواطن السوداني والدم السوداني والجلوس إلى طاولة الحوار فهم لا يلتزمون ولا يتفاوضون، ما السبب في ذلك؟ وحقيقة أنا لا بد أن أضيف نقطة لما ذكرتيه حول خروج الرعاية السفارة الأمريكية والغربيين عامة، لأن الأمريكان يعرفون أن هنالك أعداء شديد من جانب الاتجاه الإسلامي في السودان حولهم، حيث قتل السفير الأمريكي من قبل في السودان، ثم تعرض الركب السفارة الأمريكية أيضا للرصاص، كما أن الإسلاميين أخرجوا جميع المسجونين المتطرفين من السجون، وهذا بالطبع وضع خطير. أما فيما يخص السودانيين أنفسهم، فالدعم السريع بقيادة الفريق أول حمدان على ما أعتقد هو من أعلن هدنة من جانب واحد في الأول، ولكن أعتقد أن الجيش لوجود البرهان في منحاصرا داخل طابق، وبعض المصادر تقول أنه معتقل من الإسلاميين، لوجوده هنالك يحاولون أن يخلقوا فوضى. هذه الفوضى قد تقود في الأخير إلى أن يصلوا إلى اتفاق ما يضمن لهم العودة إلى السلطة، أو يسيطروا على السودان بالطريقة التي بالخطة التي يريدونها.
نعم، أشكرك جزيل الشكر لكل هذه المعلومات وهذه المداخلة معنا من لندن الدكتور إبراهيم مخير مدير مركز سيدرا للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا.